بصوا حبايبي، النهارده ان شاء الله بالقهوه والخل هنعمل وصفه رهيبه جدا. الوصفه دي هتشلك البثور السوداء، هتديكي درجه تفتيح حلوه جدا جدا للبشره، ده غير انها كمان بتنعم البشره وبتديني تبييض اكتر من 3 درجات. لو عندك كلف، لو عندك نمش، هيروح معاكي بكل سهوله. شايفين بتشيل بسرعه البثور السوداء وكمان بتزيل اي اسمرار في الجسم. يلا هنبدا الفيديو بتاعنا. الفيديو النهارده تحفه جدا جدا، ولو انت بقى اول مره تدخلي معايا ما تنسيش تحطي لي لايك واشتركي معايا، عايزين لايكات كتير قوي قوي للفيديو ده. اول حاجه حبايب قلبي هحتاجها معايا في الوصفه دي، انا هحتاج قطعتين من الجبنه النستو زي ما انتم شايفين كده، او الجبنه المثلثات. هبدا اخد قطعتين هفتحهم وهضيفهم معايا في الطبق بتاعي. لو انتي هتعمليها الجسم كله خدي قطعتين، لو هتعمليها بس للبشره او على الايد يبقى قطعه واحده كفايه. تمام، انا طبعا هاخد قطعتين عشان انا هعملها الجسم كله. معايا هنا بقى الخل اللي انا بستخدمه في الطعام، وممكن استخدم برضو خل التفاح. هضيف زي معلقتين، طبعا جيب معلقه بس اهو، هنضيف معلقتين من الخل وهبدا ادوبها كده اهو بالشكل ده. بعد ما دوبتها وبقت معايا زي ما انتم شايفين كده، معايا هنا بقى ايه، معايا القهوه. هاخد معلقه كبيره من القهوه وهبدا اخلط تاني. بصوا الخلطه دي رهيبه جدا جدا، بالذات بقى للناس اللي عندها اسمرار فظيع بقى المصايف، انا عايزاكي تجربيها وهتشوفي. تمام، هبدا اقلب كده لحد ما الخلطه يعني كلها تختلط مع بعضها بالشكل ده. تمام، اخر حاجه هضيفها بقى، وديت لو انت عندك تجاعيد او عندك مثلا كلف، عندك نمش، يبقى ضيفي معايا الحاجه اللي انا هضيفها الاخيره دي. بصوا حبايبي، لو انت بتجيبي من الصيدليه فيتامين اي او ه، ممكن تستخدميه كبسولات، وممكن تستخدميه اللي هو بالقطاره ده، انا هوريكي شكله برضو كبسوله. بصوا حبايبي ده بيكون شكله اهو، ده فيتامين اي بتجيبيه من الصيدليه، وفي برضو بيبقى الازازه دي كده فيتامين اي، بتاخدي منها يعني قطاره كده، بنضيف اي 5 أو 6 قطارات اهو. ده بقى حلو جدا جدا، بيعتبر سيروم جميل قوي قوي، بيخلي بشرتك صافيه، وكمان لو في اي تجاعيد بيتشال معاكي لو ضفتيه على المكان اللي فيه تجاعيد، تحت العين حوالين الفم، كمان لو انت عندك تجاعيد في الرقبه ممكن تستخدميه برده على ايديكي. تمام، هبدا بقى بعد كده اعمل ايه، هاخد الماسك بتاعي كده زي الشطوره وابدا افرده بقى. بصوا بيتفرد معايا بكل سهوله اهو. لو عندك بقى ليفه من اللي هي الخشنه شويه دي، اي ليفه بتستخدميها في الاستحمام، او الليفه المغربيه لو هتستخدميه بقى للمناطق اللي فيها اسمرار داكن قوي زي ايه، زي الكوع، الركب، لو هتستخدميه برضو على الاقدام، بصي هتبصي تلاقيه بيشيلك اي اسمرار. هتسيبيه لمده ربع ساعه او نص ساعه وانت بتاخدي الشاور بتاعك، لو عملتيه على الجسم كله اتفرجي بقى على البياض، انا عايزاكي تشوفي بقى البياض، وبجد نعومه رهيبه جدا جدا. ده غير بقى ان احنا لما بنضيفنا فيتامين ايه بيشيلك اي تجاعيد موجوده في البشره. بصوا حبايبي، شايفين بعد ما غسلت ايديا، بصوا بقى النعومه بجد تحفه وتبييض رهيب جدا جدا. طيب انا بقى عشان ارطب بشرتي بعد ما اعمل الوصفه دي هرطبها بايه؟ بصوا انا ما بستغناش عن الازازه دي، على طول ببقى شايلاها معايا في شنطتي. الازازه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ميه ورد، وبضيف عليها معلقه واحده من زيت جونسون بيبي. بصوا اهو، وبحط مية الورد وعليها معلقة من زيت جونسون بيبي، ممكن اضيف مية عادية كمان، يعني نصها مية ورد ونصها مية عادية، ومعلقة من زيت جونسون بيبي دي بقى بصحى من النوم الصبح ارش كده على بشرتي، بتنعم البشرة حلوة جدا جدا. وممكن برضو اول قبل ما يعني بعد ما تخلصي الوصفة نرش بيها على البشرة، تحفة جدا جدا. دي بقى انا ما بستغناش عنها، جنبي كده على الكوميدينو بتاعي وكمان معايا في شنطتي. يا رب تستفادوا بالفيديو بتاع النهاردة. اوعي ما تعمليش الوصفة دي، انا
ثلاثة رأيكم في الكومنتات، بجد رهيبة، بتخلي الجسم تحفة وشمعة وفلة. بصوا بتدي كمان تفتيح رهيب رهيب رهيب. حبايبي متنسوش بقى تشجعوني باللايك، عايزين لايكات كتير قوي للفيديو ده، وانتظروا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جديدة مع فكرتي. باي باي.